احنا دلوقتي على طريق رشيد راس البر، على شمالنا البحر، فاحنا بين شطين المفروض يبقى الناحيه دي. احنا على يميننا دلوقتي المفروض الدلتا. احنا النهارده قضينا اليوم كله في الجزء اليمين، لان احنا اكتشفنا ان بحيره برولوس لذيذه جدا، فيها كتير جدا يستاهل ان احنا نكون بنشوفه. كنت محتاج ان انا اكون بشد على راس البر من غير ما اقف، كان لسه قدامي 40 كيلو تقريبا، واخدتهم وان شوت كده في نص الليل. وصلت راس البر، دخلت على الاوضه بتاعتي، نمت احلى نومه لان انا كنت محتاجها جدا. صحيت الصبح بفتح الستاره كده، المنظر قدامي كان غريب يعني.